عليكم من مدينة مونريال الجميلة، وبالضبط لو فيو مونريال. زعما كاين الكارتي القديم عندهم هنايا، والورد وقتكم غدا على النبوري باش دير شي حاجة، حيت اليوم 28 شهر 12، و28 شهر 12 معنيتها الله على ديكورات. الله شحال زوين هنا، غنوريكم 28 هنوريكم شاشي بالليل كيفاش كيكون، تيكون رائع جدا. دايرين بحال هكا دي سبوت فيهم الضوء، لا الاضواء ان بو بارتو هنا في فيو مونريال. شانترنيت غادي يسالي يخدم مع لو 5 جانفي، نشوفو المهم داكشي زوين، ديكور زوين. ايوا اش غنقول لكم، البرد الواحد يبرد على قلبه، شويه ديال الاضواء وشويه ديال الديكور الزوين اللي مقاد. شوف عاوتاني هذا اللي هنا رائع رائع. المهم اليوم 28 شهر 12، شنو هو هذا الموعد ديالاش؟ بحال هذا النهار العام الفايت مشيت درت لي غير مامي، يعني موعد المراقبه. انا في الحسابيه غادي تعطلوا عليا، ما غاديش زعما كاينين مي يعطيو ليا لو رونديفو في الوقت، ولا تيدوز شي شهر ولا شي حاجه. ساعيتو ليا جوست افون قالوا ليا اش ديري لا ماموغرافي. ضروري من الماسك. عاوتاني غادي نبدل هنايا، وغادي نبدل هنايا بسهدا هادشي، ونتسنى بشوية ماشي بشوية يسون زين كول. هادشي اللي كاين. انا اوليكم واش حاسة بالخلعة ولا ما حاساش بالخلعة؟ نو ما حاساش بالخلعة، واش حيت عارفه لا موغرافي ما كتبين والو، غادي يديروا ليا ليا غير مع هذيك ساعه تشدني الخلع. الله اعلم هذا الشهر كي داير، ما عرفتش جو سي با. تروك سي كو درتها اون 2020، يلاه كنت كنعقل واش عندي الكونسير ولا ما عنديش الكونسير، وما عقلتش حتى كيفاش دايره، واش قاصحه ولا ما قاصحاش. المهم باش نخرج نبقى جالسه غير هنايا وصافي. هلو، ايوا اش غادي نقول لكم، مشينا زرنا لا ماموغرافي لتاني مره في حياتي. اول ماموغرافي درتها في جوان، من يلاه لقيت لاماس ومشيت كنجري عند الطبيب ما عارفه شنو كاين، ودرتها هي الاولى باش بديت. وكنت كنعقل، كانت قالت لي هذيك لا تكنيسيان اللي درتها ليا، قالت لي ما بين ليا في الكليشي والو، ولكن ملي كنت كتقاد ليا لو سان قالت لي حسيت بشي حاجه. قالت لي ولكن جو نبونس با تقدر تكون عندك شي حاجه، حيت ما بان في لي كليشي والو. هي هذيك هبط عند ليكوغرا عند الراديولوج باش يدير ليها ليكوغرافي. كنت فرحانه حيت كنقول صافي دونك الحمد لله ما بان والو في لا ماموغرافي، حيت كان كيحسب ليا لا ماموغرافي فيها كلشي، هي اللي كتبين. هذاك ليكوغرافي غير باش يشوف لا طاي ديال ديك لا ماس، حيت كانت اون ماس، مي ماس زعما حميده ماشي سرطانيه. ملي رحت عند الراديولوج وبدا كيدير ليا في ليكوغرافي، كان كيهضر معايا في الاول، بدا حتى بان لي وجهه تبدل. يا هذيك فهمت بلي راه القضيه ماشي هي هذيك. قلت له راه قال لي الميدسان الا جاب الله كان شي شك راه خصني ندير لا بيوبسي. قال لي وي وي خاص ضروري من لا بيوبسي. دونك ما كنتش حسيت بها في المغرب ملي كنت درتها، ما عقلتش كاع واش كانت مؤلمه ولا ماشي مؤلمه، حيت انا اصلا كنت مرفوعه ويلي شنو هادشي اللي عندي وهذا. غير درتها وجربتها والمهم داز دغيا. هادي باغ كونطخ لي درت هنايا البارح ما نعاودش ليكم، واش يلا حسيت بها وعرفت شناهي اون ماموغرافي، مي راه شحال صعيبه. ما كنبغيش نخلع الناس لي غيبغيو يديروها، ولا حيت هي اصلا كتكون في مواعيد المراقبه، ولكن صعيبه وبزاف. عرفتي كتشد لو سان تبقى كتصير من هنا وكتصير من هنا وكتصير من هنا، كتبرسي مزيان بعد كتقول لك كتمشي يعني لا ماشين ديرها، بعد كتقول لك حبسي النفس. دونك انت ديجا زيد على حبسي النفس صعيبه. قلت لها انا شحال قاصحه، تقول لي اصلا انت قالت لي تو لي سان تري دونس، داكشي علاش غادي تجيك صعيبه بزاف، وخاصه لو سان اللي تفتح. دونك
دوزتها مزيان البارح. قلت لي ها راه انا نورمالمون كندير ليا غير ما ميغ، ودابا هنايا قالوا لي خاصك ضروري لا ماموغرافي عاد نديرو لك ليا غير ما ميغ. قالت لي اول حاجه وي، قالت لي شفت سميتك في لا ليست داتون ديال ليا غير ما ميغ، يعني داكشي اللي قالت لي هذيك لانفيرميير براتيسيان هو هذاك ديجا قيدتني في هنا وهنا. قلت لها ولكن لا ماموغرافي ما تبين لي والو في لي سانتونس. قالت لي شوفي، قالت لي هاد لي زيكزامان الاخر ديال لا ماموغرافي قالت لي مهم حتى هو. قالت لي واخا عندك لي سانتونس، حيت لي سانتونس ما كيبينوش الكتل السرطانيه، قالت لي ولكن كيبينوا لي ميكرو كالسيفيكاسيون كونسيروس. قالت لي اللي هما في لي ريم ملي ملي كيبانوا في لي ريم ما كنعرفوهمش واش كونسيروس ولا ماشي كونسيروس، يعني دوك لي ميكرو كالسيفيكاسيون يعني بحال فتيفتات كيكونوا في لوسان. قالت لي الا جاب الله كانوا لي غير ما ميغي الا درناها بوحده غادي نرجعوا لا ماموغرافي. قالت لي شوفي، قالت لي اي اكزاما عنده المهام ديالو وعنده لي ليميت ديالو. قالت لي داكشي علاش نتيا في الحاله ديالك مهم اننا نديرو لك لا ماموغرافي ونديرو لك لي غير ما ميغ. قلت لها صافي واخا انا اش غادي ندير، ما عندي ما ندير. تقصحت الصراحه زعما سي تري 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 دولورو. انا راه نورمالمون صباره ولكن اش غادي ندير، ما نقول لكم الحوايج كيف ما هما. لكن جاب الله زعما كاين هذيك الطبيبه الغاديولوج ولا ما عرفتش التكنيسان جو سي با، ما سولتهاش بونس غتكون غاديولوج. كانت ظريفه وكنضحكوا كنجمعوا. قالت لي دوزتي هذا الشيء وهادي وهادي، حيت في الاول ما كانش عرفاتش كيت اشنو درت. كتمشي كتدخل عندهم في لادمينستراسيون كتلقى الرونديفو ديالك ديجا باين. قالت لي قالوا لي عمري واحد الكاستيونير عمرتهم. بعد مشيت لهذا، مشيت كنتسنى في لاصال داتونتا صافي هادشي اللي كاين. واه قالك قبل ما نديروها ضروري ما خصناش نديرو لي كريم وما نديروش لو ديزوتوريزون في لي زيسيل، حيت من هنا لي زيسيل وما نعاودش لكم لي دو سان لا توتال. وصافي ملي ساليت قالت لي غادي يخرجوا لي زيكزام من هنا ثلاثه سيمانات غادي يصيفهم الطبيبه ديالي. هذيك لافورماتيسيان كليني لافورماتيسيان براتيسيان لي لافورماتيسيان لافيرميا براتيسيان لي صيفطات ليا لي دات لي متبعاني هي اللي من غادي صيفطو. قالت لي هذيك راه لي تري بيان، كتقول لي هذيك السيده البارح قالت لي لي تري بيان راه غتعيط لك وتقول لك شنو كاين. قالت لي ولي غير ماما راه حتى نعيطوا لك راه كاينه انت في لا ليست داتونت راه غادي ديريها دونك ما نساونيش. وهادي دون بار دوتر بار العشيه كان عندي زولاديكس. واش غنعاود لكم على زولاديكس؟ كنمشي نورمالمون كنديرو في واحد السبيطار حدايا ديال الحومه ياك تماك فين مصيفطيني وما عرفتش مع الاعياد وهذا. المهم البارح كانت واحد الفرمليه جديده عايشه في ديك زولاديكس وهاني تبقى كتفتف تما كتشوف حلاتها هكا كتقلب كدير الساشي هكا. كنقول علاش كتقلب هادي زعما راه طيحت راه بانت ليها الابراج كتقلب. قالت لي كيحطوش فيه سباغادغا وفي الداخل؟ قلت لها لا. قالت لي انا كنت كنعقل عليه كان كيكون. قلت لها انا بعد 3 سنين هادي وانا كندير هاد زولاديكس ما عمرني شفت هاد الشيء. قالت لي ما يقدر. قلت لها واش يقدر هو ولا شي دواء اخر وتلفت ما عرفتش. قلت لها واخا مزيان. حطات زولاديكس فوق واحد الطابله وجايه كتجرها وجرات ديك الطبله وني تبان لي زولاديكس ترطبق وطاحت في الارض. هاويلي هاويلي الدواء طاح. عاتي تخلعت كيحسب لي غادي تهرس تمشي لانجيكسيون ولا ما نعرف شنو. قالت لي لا تانكيت با. قالت لي هادي راه واخا طاحت ماشي مشكل راه فيها لا بروتيكسيون. وعلاش اصلا من الاول طيحيها؟ ما عليناش دازت هادي. كنهضر معاكم هكا حيت ملي جات حلاتها بدات كتفتف وانا بانت لي كتفتف وما بغيتش ناس ميتو. قلت ندير معاها البروتوكول اللي كندير دائما ها كتبومبي الكرش ومن بعد كتحبس النفس وهي كتبيكي. هادشي اللي بغيت ندير. قالت لي لا مازال ما تنفسيش تنفسي حتى نقول لك سوغ تخوا حتى لثلاثة عاد تنفسي. وانا درت قالت ان دو تخوا تنفس وهنيت المو بيك. و المو بيك فين؟ المو بيك نورمالمون مولفا كتدخل بحال هكا دخلتها ليا بحال هكا وما دخلتهاش مايلة مزيان بحال دخلتها عمودية ودخلتها تقيلة ماشي بالخف عرفتي كنحس بها كتدخل ليا في دوك الطبقات ديال الكرش الاولى هاد الثانيه هاد الثالثه هاد حتى وصلت يقدر المسار نتقباتهم ناري. مشيت نسخف شدتني البكيا بقى فيا الحال على ماموغرافي د الصباح انتي ما عرفتيش مكمله عليا هنايا ما عرفت تدير زولاديكس مكدا ناري. وبقات كتقول لي ضريتك ضريتك
ما عرفش غنقول ما قدرش نهضر. قلت لها سي كوريك سي كوريك صافي. هي سكتي، انا بغيت نهرب، بغيت نخرج من تماك تالمو. اوف سمحي لي سمحي لي نجيب لك الثلج ما نجيب لك. هاتي راه انا نورمالمون، قلت لها درتيها من الجهه الاخرى خصك ديريها هكا. قالت لي ايه، تبعت لي زانديكاسيون اللي كاتبين هنا التصاور، تبعي شخصي لي زانديكاسيون ديالها كيما مولفه كديريها دائما. عرفتي وسورتو كتفتف، ما عرفت لي واش درتها ديجا ولا ما درتهاش. anyway قصحتني مزيان. دونك عرفتي لبست داك الموطو وداك الشيء، مشيت كنجري، شت للدار بديت كنبكي 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 كنبكي. عرفتي ضراتني من داك الشيء في الكرش. دابا كنقيسها شارع البارح، والله العظيم الا باقا كضرني. ايوا واش غنقول لكم، الله يجعلها مغفره للذنوب يا ربي امين. واحد الوقيته كتعيا البارح، ديجا كنقول هاد زولاديكس داروا لي فيها عامين، درت عامين حبستها. قال لي لا زيدي عام، قلنا عام ها هو قرب. مني جيت عندهم هنايا في كندا قالوا لي لا 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 شكون لك عامين، ولا لا لا البروتوكول الجديد هو 5 سنين، باقي عندك واحد 5 سنين بعدا. كاين حنا هادشي اللي غادي نقولوا لك هنايا. ايوا واش غادي دير. المهم الحمد لله على كل حال، ملي كاين الدواء ماما راه شحال هادي كاع ما كان الدواء وهادشي كله العلاج، وان شاء الله يكون خير. ايوا هذا ما كان، هادو هما القصص ديالي مع لا ماموغرافي وسميتو. ملي خرجوا لي ريزولطا بيان ايفيدامون غادي نقولهم لكم. وبالنسبه للفرمليه في داك لو سي المستوصف، غير غادي تجي عندي شي وحده كاتبه لي كتفتف كتقفقف، نقول لها فلانه ضربتي عياد، تقول لي لا. الا قالت لي لا نقول لها الله يعطيك الخير، قولي لها شي وحده اخرى. انا ما عارفاش تضربيها، انا ما قد عاوتاني شي وحده تقصحني ولا سميتو. راه صعيبه، راه انا تنقول لها السلاح الابيض اويلي، راه كتخلي ان تخوف الكرش وحق الله العظيم. ما كان الناس اللي كيديروها راه عارفين علاش كنهضر، وشحال من وحده حبستها غير حيت كضرها. anyway بارك من الشكاوي. المهم هنا من مدينه مونتريال المضببه كاين غير الضبابه، ما كاينش الشتاء، ما كاينش الثلج، كاين الشتاء. وهادو هما احتفالات راس السنه صراحه. اش غادي نقول لكم، هاد الشهر 12 الله ينفعنا ببركته، للاسف سخون على المستوى العالمي. المغرب كاع ما فيه الشتاء، الله يا ربي ترحمنا. شي نقدر نقول لكم يا ربي ترحمنا. وإلا كان غير تبرد القضيه، الا كانت معنيتها انه العالم كله ما غاديش يكون هذا الاحتباس الحراري ويرجعوا الفصول كيف ما كانوا، ما غاديش يكون الجفاف، لان الجفاف كارثه صافي والله الا كارثه. قال لي بابا راه زعما كاين انونسو بلي راه غادي يكونوا غيقطعوا الماء في بامال دو ريجيون، الله يحفظه صافي. والفلاحه واكلين العصا سورتو في ولاد تايمه وداك الشيء واكلين العصا. الله يرحمنا يا ربي امين، الله يرحمنا يا ربي امين. وهنايا الله يجيب الثلج والبرد باش نتوما يجيكم الشتاء. هذا ما كان، ما درتش اللايف هاد السيمانه حيت كنت معروضه ندوز نوال مع واحد العائله كيبيكيه، داز مزيان الصراحه، ضحكنا ونشطنا. نهضر لكم عليه اكثر في انستغرام. وهذا ما كان. لا وقبل ما ننسى، واش فراسكم باللي راه درت بودكاست؟ هاولوا لي غادي نحطو لكم في لا ديسكريبسيون هنايا. واش غادي نقول لكم، غادي يكون موعد اسبوعي غادي نهضروا فيه، غادي يكون فورما ديال الصوت، غنحطو في سبوتيفاي. دابا كنشوف كيفاش غنحطو في ابل بودكاست حتى هو، وان شاء الله يعجبكم. انا بعدا بروجي عجبني، وهذا راه بروجي اصلا كان بروبوزي من الناس اللي متابعيني هنايا، قالوا لي كوثر ديريه غادي تكون فكره مزيانه. وهذا ما كان، سوكسو غادي نقول لكم بون ويكاند، تهلاو لي فراسكم بزاف. و ما تنساوش الحياه زوينه، واخا كنتشكى راه الحياه زوينه، حيت الحياه ملي كدوز بهكا، ملي كيجي هكا كتحس بها غزاله بزاف. هذا ما كان، تهلاو لي فراسكم بزاف، وغادي نقول لكم سنه سعيده بالصحة والسلامة، وكل ما تمنيتي إن شاء الله تخلي عليكم بزاف ديال النجاح وبزاف ديال الحب وبزاف ديال أي حاجة تمنيتوها بإذن الله. السلام عليكم.